انا عرفت ان انت في فتره من الفترات السنه اللي فاتت تحديدا رصدت فلوس من جيبك، ان انتوا يا جماعه لو قعدتوا هديكوا فلوس. ايه الموضوع؟ والله يا كابتن انا عايز اقول لك على حاجه. حضرتك كنت في لعيب كوره كبير وعارف كويس قوي لما تحب المكان اللي انت فيه. تعمل اي اولا حاجه. مظبوط. اولا انا بقالي 5 مواسم في المقاولين العرب، استفدت كتير جدا من النادي ده سواء ماديا او اجتماعيا. اسمي لمع بشكل كبير جدا في الفتره اللي انا متواجد فيها في المقاولين العرب. في حق النادي عليا ان انا لما يحصل دروب او يحصل مشكله ان انا اكون من اول الناس، خصوصا ان انا اكبر لعيب في الفرقه، ان انا اضحي باي شيء. فانا لما عملت ده عملته بيني وبين اللعيبه في اوضه اللبس. جمعنا مع بعض وقعدنا حطينا رولز جديده في اوضه اللبس، لان احنا كنا بنعاني في الفتره دي وكنا قريبين جدا من الهبوط. فقلت للعيبه اي مباراه هنكسبها هطلع مكافاه لل 40 لعيب اللي في اوضه اللبس. وقعدنا مع بعض وحطينا رولز جديده خالص اللعيبه بينها وبين بعضها. كابتن عماد قال تعاملوا زي ما انتم عايزين تتعاملوا، دي حاجه بتاعتكم انتم. الحمد لله كنا تاني يوم بنكسب، كنت بطلع لهم المكافاه تاني يوم في اوضه اللبس في النادي. فلقيت دافع كويس وحافز كويس جدا، فكسبنا 4 ماتشات ورا بعض ما عملناهاش من اول السيزون، ولقيت نفسنا في المركز الثامن. طبيعي ان حاجه زي دي المفروض ظاهره ايجابيه. ده كان بيننا وبين بعض في اوضه اللبس. لما اداره النادي عرفت الموضوع ده المهندس محمد عادل قعد معايا وقال لي انا هديك الفلوس اللي انت دفعتها. طبعا انا رفضت وقلت له لا، دي حاجه انا بعملها حبا للمكان، وانا من النادي بقالي مواسم كتيره جدا بستفيد بشكل كبير من النادي. فاتفهم الموضوع ده بعد كده لما الراجل خرج على شاشه التلفزيون. انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده وخرجت في التلفزيون بعدها كذا مره، ما جبت سيره الموضوع ده خالص، لكن هو اعلن على شاشه التلفزيون ان حسن الشامي كان من اسباب بقاء الفريق في الدوري الممتاز ورصد مكافآت من جيبه الخاص. بدات لقيت الموضوع ده كابتن اسلام اثر عليا بالسلب، بدات ناس تتضايق من الموضوع ده وبداوا يفهموا الموضوع غلط. ناس بتفهم ان انت كده بتاخد شو او لقطه، مع انك مش انت اللي قلت. وعايز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام، ما فيش لعيب في مصر عمل كده، ولا في اهلي ولا في زمالك ولا في اي نادي تاني، ان لعيب عمل حاجه زي كده. فاكيد انا لما اعمل كده، بس مش الفرقه كلها بصراحه. ايوه يعني ممكن تعملها مع لعيب، مع ناشئ تحفزه، لكن مع الفريق كله لا، مع مجموعه حصلت. ما فيش لعيب عملها في مصر كلها. فانا لما جيت عملت اللي عملته بيننا وبين بعض في اوضه اللبس، لما الراجل اتكلم واتكلم عن ظاهره ايجابيه داخل النادي المقاولين العرب، بدات لقيت في ناس اتغيرت، خدتها بشكل سلبي اتغيرت. فانا اثر ده عليا بالسلب، لان انا برضو في الاول في اخر بشر طبعا. فبدات اخد جنب من نهايه السيزون اللي فات، من بدايه السيزون اللي احنا بداناه ده بدات اخد جنب شويه. لكن في الاول في الاخر لما بقعد بيني وبين نفسي وبراجع نفسي، لا انا دي مسؤوليه، واي عمل بتعمله لو عامله لوجه الله وخلص لوجه الله لازم تؤمن بيه وتكمل فيه، حتى لو الناس مش راضيه عنك. لان انا في الاول وفي الاخر بشر طبعا، وانا في الاول وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه، ربنا اللي خلقنا في ناس ملحده بيه واختلفوا عليه. فانا في الاول وفي الاخر انا ناكره، فهعمل دوري حتى وان دوري ده اغضب بعض الناس، فهعمله لحد اخر يوم وانا موجود في النادي، هخلص في عملي ده ان شاء الله يعني.